السلام عليكم، وياكم أختكم أمر كان. أنا حاليا من منطقة محيريجة بالرضوانية الغربية، هي من عائلة متعففة، عائلة أم يحيى. عائلة أم يحيى رجلها ما كان رجال عايش على أجور يومية، بالأحداث انضرب براسه، وعلى أثر هذه الأحداث الضربة يعني نقدر نقول صار عنده مرض عقلي. فهسه هو لا حول ولا قوة، مركون على صفحة. عندها 6 أطفال، هذا واحد من عندهم اللي دشوفونه، هاي مصاب بالغدة وما عندها أي علاج إليه. وعندهم ولد أصغر من عنده هسه رايح يدور على شغل، رغم أنه هو عمره 12 سنة راح يدور شغل، بلكن يلقي شغل لأهله. وعندها بنات 2 ما قدرنا نصورهم للإحراج، وما قدرنا نصور الأب. الحالة مالتهم من كانوا نازحين بالمخيم، وبعد الرجوع والوضعية اللي لقوها بنوا غرفة، هاي تشوفون حالة الغرفة اللي عايشين بيها. هو غرفة، هو مطبخ، تشوفوها هذا هو مطبخ مسوينها، هي غرفة لهم. البيت تماما فارغ من كل شيء، هذا الشباك جام ما بي. الغرفة هذه نص شينكو بلاقينا وحاطينه، ونص وصل، هاي وصل قدامكم تشوفوها، وصل هاي حمخلين، وصل هاي نص وصل ونص تشينكو. بالشتاء ادخر عليهم المطر، وهسه الغرفة ما تطاق بالحر، وهذا الجونا الحار وهيك سموم. يناشدون اهل الخير انه يوفروا لهم، نبني لهم غرفة ويا هاي الغرفة، نرتب هذا المطبخ لهم، نسقف لهم اياه بياض وصب. ودشوفون القاعية طين، هاي بالمطر تصير زربيخة مال طين، دشوفوها. ويناشدون اهل الخير انه نبني لهم غرفة ونرتب لهم اياه، اضافة لانه البيت خالي من اي شيء. كل الاثاث اللي بالبيت هذني اللي قدامكم، هذني اللي قدامكم، وفراشات مصفطيهن على صفحة، لان انا اجيت مصفطيهن على صفحة ينامون على هذني. هذه مبرده بهيك حر، ماكو مبرده، ماكو ثلاجه للميه يشربون، ما عندهم. جيت اني لقيت دولكات مال دبات مال مي حاطيها برا يم بالهواء، حتى ثلج جايه ما عندهم، ثلاجه ما عندهم بهيك حر. هاي البنكه المكسوره المعلقه هنا، كل شيء ما يملكون من الدين. يناشدون اهل الخير انه يمدوا لهم، اهل الرحمه يمدوا لهم ايدهم ويعاونوهم. السلام عليكم، انا ميحيى، اطلب من الله ثم منكم تعاونوني. ما عندي شيء، بنتي مريض، ابني مريض، يعني عندي اطلع بدينكم تعاونوني. انا ابني والله ما من العام مديته لحد لا، ومريض هنا بابا، وسنتي هم مريض، والعيشة صعبة ما حد ينصحها. وبهالحال عندي والله طفلة عمره شهر هسه بدا الظهر تظل تزوع، وترضع وتزوع ما تقدر من الحال. وذولا والله اصغر وحدة هاي هي صايمة رمضان، كل يوم صايمة رمضان، وما عندي شيء. هسه لا ثلاجة بهالصيف حارة، لا مبردة، لا تانك مال مي، يعني ما عندي اي شيء غير رحمة الله. لا راتب، زمتي مريض، وطفلة اكبر واحد هذا مريض، وما عندي كل شيء. منكم انتم يعني تساعدوني، انا اهلي المرضى الا اكو اجر واحد يدور، ما عندي والله اي شيء، اي شيء ما عندي. وعندي بنات دن 3، ولدي 3، وزمتي هو مريض، وهذا ابن الكبير مريض. ذاك والله بطلت من المدرسة على مود يشتغل، والله وهذا الثاني بطلت من المدرسة ما عندي. يطلبون المعلمين على ملابس، يطلبون على شيء، أسوى هذا مبطل هذا، بس عندي هاي ابني شوي خليته بالمدرسة، وما عندي غير رحمة الله. طبعا هم احنا اليوم رمضان، وتعرفون وضعية رمضان وهيك حر، يعني أنا ما أقدر أوصف الحالة. لا مية عندهم بالبيت، لا ثلاجة، لا مبردة، لا بنكة، وبهيج حر، وصايمين العائلة، حتى هاي الطفلة اللي قدامكم صايمة. فيناشدون أهل الخير يوفروا لهم اللي الله يهديهم، وإن شاء الله يرزقهم بي. وجزاكم الله خير.
إيه